تشبهني بعزة، تشبهني ببؤسة، تشبهني لأني أنا عشتها كلها. بيروت بعشق مهنتي، ومن الأساس أنا أخذت هيدي الشغلة مش مهنة، رسالة. بالمدرسة في مسرحية آخر السنة بيعملوها، على الغالب كون أنا أخذ دور الصبي جرسون مونكي كنت. بس أطلع على المسرح حس حالي إنه الأهل تحت عم بيطلعوا فيي، إنه أنا شي مهم عم بوصل لهم شغلة حلوة عم بفرحهم. وبعدين إنه تطورت الأشياء، ولما إجاني العرض لتلفزيون لبنان كان عمري 16 سنة، وبلشت بأجمل ليالي شهرزاد، وتحدينا وقتها حالنا وتحدينا شهريار المتغطرس. يعني نحن وقت الحرب كان شغلنا ماراثون قبل ما فوت على صوت لبنان. يعني أنا كان عندي جورنال بارليل الأخبار بالإذاعة اللبنانية، كان عندي كل برامج الأطفال، برامج تربوي، برامج مسرحيات الشهر، تمثيليات. يعني قاعد 20 ساعة كنت أنا بالإذاعة اللبنانية. معك أنا رجال دغري، ولا بريد إني عود تليفوني على الكذب يا ماموزي. يا سيدي رح بعمل التليفون وروح دغري لعند الطبيب. ولما برجع رح بمرق فرجيك تقرير الطبي. تسمع هلا بقى. بوقتها قسمنا الأشياء، صفينا الجورنال بعد البرامج اللي هي بعدها ماشي على الهواء، وصرت بالاتحاد الفني عنا كمان كان دوبلاج، وعنا برامج إذاعية للدول العربية، ميات الحلقات كنا نسجل. إنه لذيذ وبارد. بس السيارات اللي بتمرق تسمعيها بيوقفوا التصوير، الطيران بيمرق بتوقف التصوير، مدفعية قوية بتوقف التصوير. روما مدينة رائعة. أنا سعيد لسماع ذلك. عنابة مسرورة بلقائك يا جو جدا. وأنا أيضا بفضلك أنت لن يطردوني الآن. لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا من أجلك. بلى. أنا مسرورة لسماع ذلك. هيدي المراحل اللي مرقت رغم كل صعوبتها ورغم تحديها، بس كنتي بعدك انتي عم بتحاولي انه نحنا موجودين، نحنا ما حدا بيلغينا ولا حدا بيوقفنا، نحنا منقاوم ومنقاوم بالكلمة. ماذا فعلتم بنا؟ تزرعون الخوف في قلوبنا من الحياة وترحلون. ألأن الاحتكار من طبائع الخبثاء؟ لا تتركون لنا رهبة للموت ولا رغبة في العيش. لماذا؟ ماذا تطلبون؟ لما رجعت على البيت أنا خافوا أهل بيتي، خافوا بس فتحوا الباب وشفوني، وعملت المسلولة وما قبلت إلا ما يكون وشي مسلولة العادي. سبان سبان، موتك يكون بيدك. أنا طلبت أني أتشوه، لأنه أو الشخصية بدي ألعبها صح أو ما بلعبها. أخته لأبو فراس الحمداني بتكون زوجة سيف الدولة سكينة، وبيجي نعي خيا أبو فراس. أبو فراس، أبو فراس زين الشباب، لم يمتع بالشباب.
تقبع العين. وبالفعل كنت عم برجف من جوا رح أموت ودموع من هون مع العين والدم والأخبار ومن هون حالي لما نفرجونا إياها. أنا لزقت بالعمود هيك هيك دخلت أبدا للزوم اللي عملوه عملت فداء لي أبي فراس لشبابي أبي فراس. منشتغل وبياخذوا الأفضل لكن في لا يعيدوا ولا يزيدوا. كنا على الهواء مباشر وهيدا اللي عطانا هالخبرة وعطانا هالإنرجي اللي ما إلها تمام. أعتقد أنهم يحتفلون بمولود جديد، هذا ما سمعت أحدهم يردد. مولود بعد زواج استمر 10 سنوات. هي أليمة وطلعت ذكرى سعيدة لأنه عطتني عمر جديد. كنا بالجليفادا لأنه وقت اللي ضربتني السيارة وزتتني أكيد 6 أمتار ونزلت وأنا عم صرخ يا عنترة أنه هلأ ما بعرف شو بني جاي السيارات التانية تمعس. التهمة لا تصيب إلا المرأة في مجتمع الزقاق. المهم أنها أنجبت ولدا وأهل الزقاق يحتفلون بالمولود الجديد. أول عجوبة وقفت الإشارة الحمراء. إيه قال أنا بدي أغبى بس اطلعت هيك وطلعت فيهم وقلت لهم منيحة منيحة منيحة. صوروا لي بس جنبي محل الضربة. بيقولوا إنه التاش الكبير اللي بجنبها ما بنعرف شو فيه تحت منه. بدها 48 ساعة مراقبة. أنا من ساعة ما وصلت أخذت الكتاب تبع سنتريتا. صديقتي الدائمة قلت لها ليكي انت للأمور المستحيلة والمستعصية بديك تركزي لي الحفظ وتقويني وتوقفيني على إجريي مشان ما أخرب بيت المنتج وزملائي. صورت 12 حلقة لارا والبحر. هاي نكتة كنا بعدنا بأولاد. ايه أنا كتير كنت معجبة بعبد الحليم. تعرفت علي بالإذاعة اللبنانية كان جاي هو عبد الوهاب ومرقوا على الاستوديوات وكنت أنا عم بشتغل برنامج للأطفال وعم ساعدي جوا باستوديو ووقفوا هني كلهم هيك وصاروا مقبيلي وتلبكت أنا أنه محمد عبد الوهاب وقف وعبد الحليم حد والإكيب كله تبعه للإذاعة والمدير ولا كله صار وكملت وخلص المشهد وفتحوا استوديو وفيتوا هني على استوديو وسلموا طلعت فيه هيك قال لي اسم الله عليك اسم الله عليك شاغلي الاستوديو اسم الله هيدا الاستوديو كتير كبير وانت بعبيتي وحدك. بعد فترة عاملين انترفيو عم بقرأ أنا وحاطين مواصفات لفتاة أحلام عبد الحليم حافظ. ما عجبتني الفكرة خالص وعم بيعملوا معي موضوع عاملي عمل كتير مهم أنا وعم عملوا 3-4 صفحات 5 صفحات من جملة الأسئلة شو رأيك أنت بالموضوع تبع عبد الحليم حافظ وهيك هيك هيك هيك. حطوا على الكوفرتير حطوا الصورة وفاق ترباي نجمة لبنان ترفض الزواج من عبد الحليم حافظ وحضرته بيرجع لبنان ونتلاقى فيه. أصر بدنا يعملوا معه انترفيو بالأوتيل قال لهم أنا ما برفض أعمل أي انترفيو معكم بلبنان إلا إذا بتجيبوا لي هاي الأمورة اللي قال ما بدها تتجوزني هي تعمل الانترفيو. بقول لها إنه هي تسابر على تحديها لذاتها تحديها للمجتمع تحديها لكل شيء فساد
لأنه غير الأم ما ممكن حدا يقدر يغير. نحنا هيدا كله كون فاسد، كلنا بمحطة، وهالمحطة ما بنعرف أي ساعة وسيلة نقلنا بتوصل، ممكن تكون سريعة وممكن تكون بطيئة، وبالنتيجة ما بناخد معنا إلا أعمالنا. المرأة ما كان إلا وجود، هي مش نص المجتمع، هي المجتمع كله. امرأة ما بتتمن.